لعبت المرأة دور محوري في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الاجتماعي والإيجابي في المجتمع. حضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وأصرارها للوقوف إلى جانب الرجل ومساندته دليل على كون عنصر أساسي في إحداث عملية التغيير الاجتماعي والإيجابي في المجتمع. أكيد نور، ورح نحكي اليوم عن المرأة قديش فيها تكون فاعلة بالمجتمع، قديش فيك تكوني مهمة كأم كزوجة كعنصر فاعل بمجال العمل إن كان أو بالمجال البيت أو بالمجال الاجتماعي، وكيف فيك أنت تبني حياتك صح دون الاعتماد على أي شخص، ويكون دائما عندك قوة، ما في حدا بيكسرني بالحياة. رح نحكي عن دور المرأة بشتى المجالات، وبدنا نرحب بفاتن نظام دكتوراه في العلاقات العامة تنمية المهارات. صباح الخير يسعد فاتن، صباحكم، يسعد صباح. يسعد صباحك. اكيد لك العام انت وبخير، وكل النساء السوريات بألف خير. خلينا نحكي بالبداية عن المرأة السورية، لأنه خلال العصور كلها القديمة والحديثة وخلال سنوات الحرب أثبتت المرأة السورية قديش هي امرأة مميزة وقادرة على فعلا تغيير جذري وإيجابي بالمجتمع، ويمكن إلى جانب الرجل يد بيد بكل خطوة. أول شيء وأنتم بخير. حقيقة لما تنقول إحنا عيد المرأة العالمي، هو مو عيد المرأة، هو عيد الحياة، لأن إحنا حقيقة المرأة هي الحياة لكل شيء، هي الحياة، هي الحياة، هذا التعبير كتير هي حلو. الحياة بيت للحياة للتعاطي للاستمرارية. حتى أنت كمرأة ما تقول إحنا المرأة السورية قيم نساء العالم بكفه، والمراه السوريه بكفه ثانيه، لان هي ترفع لها القبعه صحيح. حقيقه احتراما وتقديرا بكل التوصيف. يعني احنا دائما هي معروفه المراه السوريه، هي قبل العشر سنين اللي مرقت فيهم هي معروفه انه هي الانسان الاداريه المدبره، اللي هي بتقدر من لا شيء تعمل اي شيء، هي بتقدر تنتج، هي بتقدر تنظم، هذا هي صفات الاساسيه. فكيف انت مرقتي بعشر سنين وهي حقيقه اثبتت انه هي قادره، هي صبوره، هي قويه، هي قدرانه، قد ايه صار عندها فقد، يمكن فقد ابن، يمكن فقد زوج، يمكن فقد بيت، حياه استقراريه بشكل كامل، قدرت تواجه الحياه بكل قوه، وبنفس الوقت استمرت يمكن ببناء اولادها، صح، يمكن ببناء بيتها، يمكن هذا الترابط اللي هو اختفى في كثير عالم، لو صار لها ازمه شو صغيره كان اختفى هذا التماسك العائلي، لساتها هي مربطه بهالموضوع. فنحن معناتها المراه اللي هو عيد الحياة، هي الحياة بحد ذاتها، يلي نحن دائما في كتير عالم انه هي نص المجتمع، لا يا حباب، هي نص المجتمع وهي تلد وتربي نصف الآخر، لأنك أنت عم تكون عندك أمانات ببيتك، يلي هي هذا الجيل يلي أنت مثال إلها. ما تفوتي على البيت وتكوني رايقة، شو بصير بالبيت؟ كله رايق وبيبتسم وكذا، بس تفوتي معكرة ومعصبة، البيت كله بيتعكر، بيتكهرب. فمعناتها قديه هي حياة لأي مجال هي بتفوت فيه. تماما، الله على الحكي حلو. وبدنا نرجع هيك نقول انه عن جد المرأة السورية اثبتت جدارتها بكل مجال كانت فيه وبكل زمان. اليوم ذكرنا نقطة كثير مهمة، وهي الأم يلي هي بتلد وهي عم تربي جيل. في أجيال بتتربى سيدات صغيرات بيكونوا قدها وقدود وقد حالهم، وفي يمكن بعض بالبيوت او المجتمعات بتكون شوي الامراه مكسوره وهشه تماما، وخاصه لما تنتقل الى الحياه الزوجيه او الى الحياه العمليه. اليوم نحن بمجتمعنا كان عندنا نماذج كثير بترفع الراس وكثير اكيد بنتغنى فيها لولد ولدنا مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي اليوم نحن كيف فينا او كيف فينا نأمن هذا التوازن لبناتنا، كيف فينا نعطيهم هي الثقة لبناتنا، كيف ننقل لهم ماضي جداتنا وماضينا لبناتنا لأحفادنا أيضا. أول شيء نحن دائما في شيء اسمه تقديرك لذاتك، صح. نحن هلأ حقيقة اللي بدك تشتغلي على أنه نحن بدك هذا الجيل يكون قوي، بدك اياه شخصيته قوية، ثقته بنفسه قوية، هو عرفان شو بده، شو اللي له وشو اللي عليه. كثير مهم انه انا اعمل له تقدير لذاته، صح، تقدير لذاته صح، انه انت الك قيمه،
القيمة كتير مهمة، القيمة اللي هي ما لها هي القيمة المادية، أنت قيمك ككيان موجود، أنت أساسي بالحياة، أنت اللي بنقول نحن ما أنت تعملي هذا الإشباع الإيجو اللي نحن نقول إنه أنا شو أنا بالنسبة للآخر شو، مو أنا ضلع قاصر ولا أنا تبع التهميش، مو أنا الطرف الثاني، مو أنت اللي ما بتطلعي على الظاهر، أنت اللي بنشغل عليك بالطريقة الصح. ما أنت تفضلتي وحكيتي إنه نحن بنشتغل أكثر من قصة على هذا الموضوع، فمعناتها بدنا نشتغل بموضوع التربية الصحيحة. صحيح. انت تزرعي حقيقة ما نحن نقول انه في عنا عالم هي هشة وفي عالم عنده ثقة بالنفسة، هي انت شو مزرعتي بالضبط، هي مسؤولية الام اللي قلت لك هي الحياة، انت زرعتي ثقة بالنفس، قويتي بنتك، قلتي لها انه انت مو بالضروري انه هوس سكوت، انت ما في عندك اي قصة لك رأيك لك طلب طالبة بحقوقك. دائما عندنا مشكلة احنا انه دائما بينطلب من المرأة بالذات انه انت عندك واجبات، بس ما حدا الا انه عندك حقوق تمام، يعني نحن دائما في عندي الواجبات والحقوق، دائما ما انا بدي اشتغل باي قصه انت واجباتك هيك. اخر شيء بتقول لك انه سالتيني شو حقوقك، قديش بدك، قد ايه بتاخذي، قد ايه كذا ساعات العمل او اي شيء، فانت الفكره الاساسيه الحقوق نحن مبينه، وحقيقه ما عاد صعبه قصه الحقوق. صحيح. اي مجال انت بتتعلمي حقوقك بالضبط، بس في عالم تركيبتها هي بتحب كمان تكون دور الضحية، دور الضحية، وهي صحيح. تكون هي أحيانا على فكرة عم بتسيء للأشخاص اللي هي أو يمكن هيك ربيت، يعني دور الضحية هيك ربوها أهلها بالبيت. نحن وقتنا خلص، أكيد بدنا نتشكرك بالختام دكتورة فات النظام، بدنا نوجه تحية مثل ما قلتي لكل النساء السوريات وللمرأة، حب حالك، ربي بنتك إنه تحب حالها وفعلا تتعلم شو هي حقوقها والطالب فيها. بدي اتشكرك اكيد، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك وينعاد عليك ايضا، شكرا كثير لك. ما لهون مشاهدينا، فمن قوه وصلنا